ابتداء من اليوم لحين تنفيذ كافه المطالب النبويه. غدا سيكون لنا تجمع امام قائم مقامي ابي زبير. تم إعلان من جميع الملاكات التدريسية والتعليمية في قسم تربية الزبير إضراب عام لحين تحقيق المطالب. تحقيق المطالب اللي هي تخصيص مقاطعة طلحة بالأجمع إلى الكوادر التربوية ولا غير. نطالب السيد المحافظ بالاعتذار رسميا إلى جميع الملاكات. أنت اليوم طالبتنا بتشكيل لجنة للمطالبة وبتخصيص قطع الأراضي. اليوم اللجنة شكلت تربية الزبير وكملت إجراءاتها ووعدتنا بالحصة الأكبر ووعدتنا بال2000 أو على حكي وكلام السيد القائم مقام وكلامك وأثناء تصديق الخارطة وقبل الانتخابات كانت وعودكم إلينا بأنه تخصيص مقاطعة طلحة للجميع التربويين والحصة الأكبر لكم. لكن اليوم نتفاجأ ببصمة سيد المحافظ بأنه حتى أقل من 50% وهذا ما نقبله وراح يستمر الإضراب لحين تحقيق المطالب. ليش بس التربية من إجت حصة ذكر الشهداء؟ المعلم مهمش، المعلم حقه مغبون. الألمانية سألوها القضاة الظاهرة وقالوا لها نريد نساوي رواتبنا ويا رواتب المعلمين، قالت لا ما تساوى ويا المعلم. هذا المعلم اللي يحرق نفسه حتى يضيع الأجيال، مستقبل الأجيال. احنا اليوم يحسبوننا متخاذلين عن عملنا، احنا ما متخاذلين. احنا هاي الوقفة اللي وقفناها اليوم مو سهلة علينا، هاي صعبة، لكن هي هات من الذلة، لا أحد يذلنا. وقفتنا هذه وقفة معلمين تربية الزبير من أجل المطالبة بحقوق معلمين تربية الزبير، وهي قطع الأراضي طوحة 3 اللي تخصصت من قبل الحكومة المحلية إن لتربية الزبير، وعدتنا الحكومة بها خيرا وقالوا في بداية الأمر 4350 قطعة. بدأ العد التنازلي إلى أن وصلنا إلى أقل الألف بالوقت الحاضر، فهذه مطالبة بحقوقنا. ترون على صفحة وإحنا خدمنا البلد 40 عام، وأنا المتحدثة مدرسة خدمت في بيت 40 عام، وأنا مرة مريضة وعندي بنات ومعيلهم وقعد بالعشوائيات. هذا تكريم المدرس، هذا اللي خدم البلد ما يحصل شبه من أرض الدولة، فانظر بحالنا. مطالبتهم الوحيدة هي مقاطعة طلحة تخصص المعلمين والمدرسين بعد أن بذلوا جهود لمدة 8 أشهر بإكمال معاملة هذه المقاطعة وتخصيص المعلمين المدرسين، وهو وعد سابق من قبل السيد المحافظ. لذلك فرسالتنا وحده نقابه المعلمين والتنسيقيين هي التي يمثلنا، ورسالتنا للسيد المحافظ هي المطالبه بوعوده السابقه بتخصيص المقاطعه كامله للمعلمين والمدرسين في قضاء الزبير، وهو المطلب الوحيد لدينا. يظهر ان كل الحكومات التي تعاقبت على العراق قد همشت دور المعلم والمدرس الذي يعتبر دورا اساسيا في المجتمع. المعلم هو الموظف الوحيد الذي لا يمتلك كرسي يجلس عليه. المعلم هو الموظف الوحيد الذي يأخذ دور الأب والأم والأخ والمعلم، ومع ذلك بقي مهمشا على مدار تعاقب الحكومات. قررنا أن نضرب عن الدوام، ونستطيع نحن بعلميتنا بالتزامنا أن نعوض طلبتنا، لأنهم هؤلاء أولا وأخيرا أبناءنا، أبناء الزبير، أبناء البصرة. المشكلة اللي حدثت في قضاء الزبير أنه المسؤولين وعدوا القطاع التربوي ب2000 قطعة أرض سكنية في مقاطعة طلحة، وبعد التواصل مع محافظة البصرة والأخوة المعنيين في تربية البصرة وبلدية البصرة والحصول على كافة الموافقات لاستحصال الموافقة على هذه المقاطعة، نتفاجأ أنه هناك تغير بالآلية بحيث تدمج كل شرائح المجتمع ضمن قطاع التربية.